وجودها مؤسس على مقاومة المغرب، مقاومة طموحات المغرب. كذلك احنا في الاتحاد الشعبي ونحن نتابع في كافة المحافل الشعبية والرسمية لا تمر مناسبة إلا والجزائر تبشر عن أنيابها بالعدم في عدائها. ما وقع في أبوجا استثنى فيه هو أنه يأتي في ظرفية المغرب ما فتح أضرعه فتح أيديه طرح تجاوز إيجابي لهذا المشكل، فتح على كل الاقتراحات مع كامل الأسف رد فعل الجزائر على هذه الاقتراحات ينبئ أن الجزائر لم تتغير وأن موقفها في السبعينات من المغرب ومن الوحدة الترابية في المغرب لا زال مستمر.